ما هو التوكل؟ توكل أما ترى سارة سوم حيته. لابد في التوكل من ثلاثة أشياء. قف ومركو أحد ترى سارنها يصدح الشيء أيوات أي يا رب إن لهرو. أن يكون صادق في اعتمادي على الله لا كاذب. مركو قفكو إلهي ترى سارنها هو إنه رنك شيء يا ترى سارة شدة وإلهي ترى سارتي ويسم بينك عين. الثاني أن يكون واثق، يعني لا يشك في أن الله سبحانه وتعالى منجز له هذا الأمر لا محالة. مد الله بعد وإنه كالسوني اللي ماذا وكو كالسون هذا إلهي أرنتاس وإلهي أترسى عشاء إلهي إنه وفناي. الثالث أن يأخذ بالأسباب المشروعة للممنوع. الشرط قصد حاد وحوية إن أقاته أسباب تي وكو قاري لها وحاس وإلهي أترسى عشاء أو أسباب تبنان لكن أنا ممنوع هين. طالب من الطلاب سيد أرضي كم ذا يريد يحفظ القرآن وحرب القرآن كأنه حفظي. قال أنا متوكل على الله. وحيد أنه إلهي ما ترسعت. صادق؟ قال نعم والله صادق لا كاذب. رن ما شيء جيسا وحيد رن ما شيء جاي بين ما شيء جاي. هل أنت واثق في أن الله يؤشر لك حفظ القرآن أو تشك طرفة عين؟ قال والله ما أشك طرفة عين. ما كوكر صونته إلهي إنه كوفضينه القرآن كأنه حفظي سيد وكوكر مينه وحيد وان كوكر صونه أدم وكوكر صونه. هل تأخذ بالأسباب تحفظ في كل يوم تراجع في كل يوم هل لديك شيخ تعرض على القرآن؟ قال نعم إذا هذا متوكل. أسباب تي مقالتي وما لينك القرآن كم حفظه ما لينك سمع مراجع عيسى الشيخ وقب حد ميالته تاس أياس توكل كسحلة أو نقناية. من يتوكل على الله فهو حسبه أن يكفيه كل شيء. قفك إلهي ترسعته إلهي وكف لين جاي عدك استنوك كافناية. ومن يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى نسأله السلامة خذل والله أعلم. قفك إلهي غير كيس ثلاث سارتنا إلهي وهو تيا إلهي من ويدسيننا نبتقليه والله أعلم.